بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم خواتي المتابعات؟ أتمنى تكونون بأحسن حال وانتم تتابعون هذا الفيديو. اليوم راح نرسم بطريقة مختلفة باستخدام نشارة الأقلام الخشبية. هنا أني أجمع مجموعة من الأقلام، هنا عزلناهم أني والجهال ساعدوني، هم بدوا يقطون بالمقطاطات هاي مالتهم، المقطاطات السريعة. طبعا لو ما مساعديني هم أنا ما كان قدرت أنزل هذا الفيديو، لأن يحتاج لوقت شوية. مثل ما تشوفون يحتاج إنه نبري هذني الأقلام إلى النهاية. وعلى فكرة هي أقلام رديئة الصنع غير صالحة للاستخدام. هذه الفكرة صارت عن طريق الصدفة، من اشترينا البراية أول مرة لابني جذبته النشارة اللي تتكون من الأقلام، وقال لي ماما خلي لا انذبها. ففعلا أنا بديت أجمعها، بس بعدين حسيت شنو الفائدة مجرد تتجمع، فطورت الفكرة إنه بديت أرسم بها. أول دستة أقلام كانت كلها باللون الأسود، فرسمت لوحة حاليا انحذفت من تليفوني بسبب مساحة الخزن أو انحذفت بالخطأ. يعني رسمنا شجرة يعني بمنظر ليل، والشجرة أو التراب إذا بدنا نرسم منظر طبيعي تكون باللون الجوزي، لأن هو أكثر لون يتجمع عندنا هو اللون الجوزي. هذا النوع من البراية صحيح هو سريعة همينة وشكلها يشبه البرايات اللي نستعملها، بس القطة اللي بيها ما يكون ناعم. فأنت إذا حبيتي هاي الفكرة لازم تكون المقطاطة اللي تستخدميها تكون نشارة مثل هاي هسه تشوفيها، وإحنا عزلناها حسب ألوان الأقلام. بالحقيقة هو اللون اللي نحصل عليه مو بسبب غلاف القلم، بسبب الخشب نفسه اللي هسه عندي أقرب لكم الكاميرا عليه. يعني هسه الأقلام صحيح سودة، بس هي نطتنا نشارة باللون الأبيض، وهنا أقلام ملونة. بس إذا تنتبهون على نوع الخشب لونه أسود أو رصاصي غامق، فراح تتكون نشارة باللون الغامق. وهذا قلم أسود بس الخشب وردي، حصلنا على هاي النشارة. ممكن إحنا ننخل هاي النشارة أو نصفيها، توقع عندنا الطبقة الناعمة هي هاي القلم نفسه. إحنا صحة النبالة تكون ملونة ومثل ألوان الأقلام. هاي في حالة إذا حابة أنتي تطورين الرسمة وتخليها يعني بدرجات ألوان مختلفة. يمكن تبين الفكرة بخطوات هواية ومتعبة، بس بالحقيقة هو أي رسم يتطلب من عندك مجهود وإتقان. هنا أنا حضرت لوحة خشبية، هاي ساعة عطلانة راح أثبت عليها رسمتي. نحتاج أي مادة صمغية، أنا أستعمل الصمغ اللي يستعملوه النجارين حتى نثبت بيها هاي الأقلام اللي بريناها. نقدر نستعمل فرشة أسنان أو فرشة التلوين إذا ما نحتاجها، لأن بعدين راح يبس عليها الصمغ وما نقدر نستعملها للرسم. نستخدم أي ورقة رسم أو ورقة ملونة، نقصها بالأبعاد اللي نريدها ونثبتها على الخشبة حتى بالنهاية تكون لوحة جميلة. وهنا أنا اخترت لوحة من النت، صورة يعني من النت، نرسمها مثل الباترون. يعني انتي شو من الطرزين أول مرة ترسمين نموذج وبعدين الصمغ، أخلي شوية شوية بالرسمة، أخلي كل الرسمة عليها صمغ، لأن هي ما راح تصير بالضبط بالمكان اللي أنا محددته، راح تاخذ مساحة أزيد، فبعدين أقلبها ويوقع الزايد. في حالة انت خالة كل الصورة صمغ راح تثبت عندك وراح تطلع الصورة عن أبعادها. لاحظة هسه هاي أول مرة، بعدها مو واضحة الصورة إلا من أقلبها بهذا الشكل، توقع الزايد. وشوية شوية أقدر أني أستخدم وسائل تساعدني أرتبها للصورة. هنا أستخدم هاي أدوات بنتي كانت تستعملها من الجص، تنحت شغلات بالعطلة، هسه دراسة ما تحتاج أخذتها منها، ممكن تحددين بيهم. وهنا نقلتكم بسرعة للمنظر الأخير. هنا بعد ما كملت الصورة دي يبين عندكم التدرج بالألوان، ممكن تحدديها بالقلم الماجيك، أو أنا هنا استخدمت هو اللون الأسود.
وانتي اذا عندك يعني مبدئيات بالرسم راح تتفننين بالرسمة، وممكن كل شي نرسم بهاي الفكرة، وجوه اشخاص، مناظر طبيعية. النوع هذا من الرسم مو بس ينتج نتيجة مختلفة، حتى الأطفال من كنت مجمعتهم ومستخدمين براياتهم متونسين دا يقطون بالأقلام ويحاولون يكتشفون شنو اللون اللي راح يحصلون عليه. عمل فني مميز وبمتعة إضافية. هنا دا أشوفك الحبر الأبيض ممكن تخفين بيه بعض الأخطاء اللي صار عندك بالرسم. كملت الصورة، بس هاي مو شكلها النهائي. أنا أحب أضيف لها لمسات أخرى. أحب أضيف الخرز، وهنا خليت لها يعني إطار من الزنجيل حتى تبرز اللوحة. إذا أنت ما تحبين هاي الخطوة تقدرين تستغنين عنها، بس أنا أحب أنطي الصورة أبعاد إضافية وأدمج أكثر فن بلوحة واحدة. إذا حابة الفيديو استمري وياي، راح أشوفك بعد شغلات كنت رسمتها قبل لا صار عندي قناة، خليتهم هنا ويا هذا الفيديو لأن هي نفس الفكرة. هذا الفيديو أكثر محتوى على قناتي، أتمنى الآخرين يطلعون عليه وخصوصا الرسامين حتى يضموه إلى باقي أنواع الرسم بالمواد، مثلا الخيوط، وأنا شايفة حتى بالدبابيس مع ربطات يرسمون لوحات جميلة. بالآونة الأخيرة انتشرت فكرة الرسم بالمواد فضلا عن الأقلام والألوان. هنا دا أشوفكم هاي الحبال، أنا أجمعها من أكياس التمن الرز، ممكن تأطرين بها اللوحة حتى تبرز عندك. جربي ترسمين بهاي الطريقة، أنا أشوفها أسهل من الرسم بالأقلام. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبك وأشكرك على حسن المتابعة. مع السلامة.